أشخاص بأعصاب ثلاثية ظلوا هادئين في أصعب الظروف. مرحبا بالجميع. كيف تتعامل مع المواقف الغريبة؟ على سبيل المثال، عندما تكون سيارتك مغمورة بالمياه، أو عندما تأتي عائلة من الدببة لزيارتك، أو عندما يفسد أحد المرة تقريرك الجاد. نعرض لكم اليوم أشخاصا بأعصاب ثلاثية يظلون هادئين حتى في أصعب الظروف. يمكنك أن تتعلم الكثير من هؤلاء الناس. هيا بنا. ما رأيك في هذه الصورة؟ إنه الصيف والسماء صافية، إنه منظر جميل. هنا شقة تحترق. يبدو أن هذا الوقت هو أفضل وقت للاستمتاع بالمناظر الطبيعية من الشرفة، لكن في الواقع الرجل ينتظر وصول رجال الإنقاذ لأنه لم يكن قادرا على إخماد الحريق بنفسه، وكان محاصرا مع حريقه. لحسن الحظ لم يصب أحد بسبب الحريق. الأولاد من هذا الفيديو يجب أن يتعلموا التزام الهدوء مثل هذه الفتاة. كانت السيارة على وشك الغرق تحت الماء خلال السباق، لكن لم تكن تعلم ما يحدث لها، ولم تترك عجلة القيادة، وحتى عندما يكون هناك الكثير من الماء على وجهها ربما تقول إنني أعرف ما أفعله. وهذا الرجل المسكين يقضي يوما سيئا حقا، حيث لم تفتح مظلته والآن يندفع نحو الأرض. ولكن لا تقلق، هؤلاء الرجال لديهم دائما مظلة احتياطية لحالات الطوارئ. حتى الآن يتوقع الرجل هبوطا ناعما. يجب أن يكون المراسل دائما في منتصف الحدث، لا يهم إذا تعرض للحرارة أو البرد أو الطوفان. وهذا الرجل يعرف ما نتحدث عنه، ورأسه فقط تظهر من الماء. صديقي المراسل الباكستاني هذا أراد أن يرينا مخاطر الفيضانات، وكانت هذه النتيجة، حتى يظهر لنا تقريره وشكل الحياة بسبب الفيضانات. ولكن أكثر شيء مثير للدهشة هو الهدوء الذي يحافظ عليه في الوقت الحالي. نود أن نعرف ما إذا كان المصور أيضا تحت الماء حتى عنقه. كما يعتقد في لعبة البيسبول، فأكثر ما يمسك الكرة يكون منتبها للغاية. ليس صحيحا حتى أن هذا الرجل لم يتحرك كثيرا، ولا يزال يتحدث في هاتفه بشكل مثالي. إنه جيد جدا. بالنسبة للبعض، فإن العاصفة في البحر هي دعوة لبقاء كل شخص في مقصورته، ولكن بالنسبة لهؤلاء الرجال فهو يوم عمل عادي، حيث إنهم لا يخافون من الأمواج العالية متعددة الطوابق، ويستمرون في العمل ومشاهدة الماء يغمر السطح بالكامل تقريبا. في النهاية الرجال يحصلون على شبكة ضخمة من الأسماك من البحر لأنهم يخاطرون بحياتهم، وهذه هي نوبة قلبية حقيقية. لماذا؟ يعتقد الأولاد أنهم سيكونون بأمان فوق الشجرة، لكن يبدو أنهم نسوا أن الدببة يمكنها أيضا التسلق. لحسن الحظ أنها لم تهاجمهم وهم ظلوا هادئين. الصور التالية ستسبب الإغماء لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة في غضون ثوان. وإذا كنت تعاني بالفعل من هذه الحالة، فسيكون من الأفضل لك عدم رؤية ذلك، حيث قرر صبي لديه كاميرا العبور من نفق جليدي ضيق. تشعر أنه من الصعب التنفس، ولكن فعلها حتى أنه كان على وشك الوقوع في الجليد. من الصعب معرفة سبب قرار سائق هذه الشاحنة عبور القناة على جذوع الأشجار الخشبية، والحقيقة هي أن هذه الخطوة خاطئة، وربما سينتهي الحال بالسيارة في أفضل الأحوال في ورشة الإصلاح لفترة طويلة. ولكن يبدو أنه أمام عجلة القيادة شخص متمكن وهادئ للغاية، وقد فعلها حقا. قررت هذه المرأة عبور الطريق، ولكن فجأة حدث خطأ ما وانتهى الأمر بسيارتها في المياه، لكنها لم تفقد هدوءها وبدأ في الخروج من السيارة بهدوء. نظرت المرأة إلى المصور كما لو كانت تسأل المساعدة، مرحبا هل تريد مساعدتي يا فتى؟ دون انتظار إجابة صعدت بهدوء إلى السطح وانتظرت وصول رجال الإنقاذ، ولحسن الحظ تم إنقاذها. هل صادفت وأنت تقرأ بهدوء كتابا ما أن دبا بريئا يدخل منزلك؟ ولكن هذا ليس كل شيء، حيث اتضح أن أطفالهم قد وصلوا أيضا. يجب أن يهرب الرجل، ولكن بدلا من ذلك قرر تصوير هذه اللحظة المذهلة. شاهده وهو يتحدث إلى الحيوانات كما لو كان يعرفهم جيدا. أعتقد أن هذا الشخص لم يفعل الشيء الصحيح، فمن المعروف أنه قد تصاب بالذعر عندما تكون هذه الحيوانات على بعد أمتار منك. النار بالطبع شيء رهيب، لكن هذا الصياد يتحكم في كل شيء، فهو لا يخاف من النيران على الإطلاق.
حيث يسحب عصا الصيد خاصته وانتظر الأسماك بكل هدوء. في حين يعمل رجال الإطفاء في مكان قريب، ربما يمكن أن يصطاد في بعض دقائق أخرى. الوضع التالي شائع جداً، عندما تحاول إجراء مقابلة ويستمر صديقك المفضل في الظهور في الصورة والتصرف بشكل غير لائق. شيء ما يحدث هنا مماثل، على الرغم من أن الجد لم يفاجأ على الإطلاق بما يجري، نظر إلى صاحبه واستمر في الحديث بشكل هادئ. ربما لا يعرف الناس أن الاسترخاء يكون في جميع أنواع الظروف، هذا النوع ليس استثناء. نحن أيضا يجب أن نتعلم الاسترخاء في كل الأوقات. هذا الرجل كذلك مسترخ في جو ممطر، وكأنه مستلق في منتجع مشمس. يتطلب التأمل بيئة خاصة وصمتا وأصوات الطبيعة وبعض البخور، ولكن هذا الراهب رائع جدا بحيث يمكنه التأمل تحت شلال. هل تعتقد أنه كان قادرا على تصفية عقله أم أنها مجرد طريقة غير معتادة للصلاة؟ هناك فيضانا في مدينتك. حسنا، إنها فرصة رائعة للسباحة. على ما يبدو أن هذا ما اعتقده هذا الصبي، أنه انغمس في المياه وبدأ في السباحة. انظر إلى ذلك المتأنق وهو يركب التيار، فقط يحتاج إلى مرتبة هوائية وكوكتيل منعش في يده. هذا الرجل كان يعبر النهر على جسر طويل وضيق، فجأة وجد بعض المرة غير المتوقعين، لم يستدر بأي حال من الأحوال وقرر استكمال طريقه. هذا الرجل هادئ للغاية ولديه رباطة جأش يحسد عليها. تقارير البث المباشر هي عملية معقدة للغاية، وتتطلب منك أن تكون شديد التركيز والهدوء، وحتى لو حدث شيء من هذا القبيل خلف ظهرك. كانت الفتاة تسجل تقريرا عن حفرة غير سالكة على الطريق، وفي أثناء ذلك حدث هذا وسقطت، لكنها استمرت بكل هدوء. حتى الناس العاديين يمكن أن يصبحون أبطالا مثل سائقة الحافلة المدرسية هذه، أنقذت الطالب في الوقت المناسب. هكذا يبدو اختبار التحمل بين مجندي الجيش الأمريكي. المهمة الرئيسية للجنود في هذا الوقت هي عدم إظهار أي عاطفة، ولكنك الآن ترى نوعا مختلفا من الاختبارات. والحقيقة هنا أن المجندين هم من يختبرون جنرالات الجيش. على الأرجح يكون ذلك أيضا نوعا من الاختبارات للمتدربين، فهو يتطلب الكثير من الشجاعة ليصرخ أحدهم في وجه رؤسائه: يا صديقي لا تذهب. تريد قصصا مجنونة من الحياة الحقيقية، مغامرة ومطاردات ومعارك واعترافات الحب والخيانات غير المتوقعة، ألا تعتقد ذلك؟ كل شيء شخصي أكثر حميمية هنا، ولا تنسى الاشتراك في القناة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.